إياك أن تصدق بأنك كبرت في السن، ما جسدك إلا وعاء تضع فيه روحك، والروح لا تشيب ولا تشيخ. الروح أيها الإخوة الكرام من عالم آخر، لا تشبه عالمنا بشيء، لا يعلمها إلا الله عز وجل. إياك أخي المسلم أن تحبس روحك في إطار جسدك، حلق في عالم التفاؤل والأمل، ثق بالله جل في علاه في كل خطوة تخطوها، ساعد الجميع وامنح الحب وازرع الخير في كل مكان. لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. أيها الإخوة الكرام، كثيرا منا يفهم هذه العبارة خطأ. لا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت، فالصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء، والتفكير لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء، وصلة الأرحام لقاء، والجهاد في سبيل الله لقاء، والتودد إلى الناس لقاء، والعلم لقاء، والأدب مع الناس لقاء، وقيام الليل لقاء، وزيارة المريض لقاء، وتفريج كربات المسلمين لقاء. فهل أدركنا أيها الإخوة المؤمنون كم فرصة للقاء؟ وصدق الله العظيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.